وينضم إلي عبر الهاتف الدكتور علي الجعراني رئيس رابطة شهداء وجرحى 17 فبراير. دكتور أرحب بك معي في السابعة. أهلا بك أخي الكريم، أهلا بمشاهدي قناة التناصح قناة الثورة والثوار. حياك الله. في البداية ما الذي تم مناقشته بالتحديد في هذا الملتقى؟ هو تم طبعا مناقشة عديد المواضيع أهمها وحدة التراب الليبي ورفض لسياسة أن يكون هناك دولة يحكمها العسكر يعني، وبالتالي أكدوا على مدنية الدولة الليبية. طيب كان هناك في 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 وقت سابق اتفاقات بين مجالس الحكماء والأعيان في المنطقة الغربية لضرورة تجنيبها الحرب، بعض المدن قد أخلت بهذا الاتفاق يعني كما حدث في مدينة ترهونة، كيف ستتعاملون مع هذا الملف؟ يعني يجب ربما أن تحتووا كل ما يحدث من مشاكل في المنطقة الغربية. وطبعا المساهمة متاعنا اليوم في الملتقى ملتقى مجالس الحكماء والأعيان للمنطقة الغربية كانت مساهمتنا باسم الاتحاد الليبي العام لمنظمات أسر الشهداء ومنقضي ثورة 17 من فبراير، ولكن ما رأيناه في هذا الملتقى الناجح اللي نظمته مدينة أوزيتن مدينة العلم والجهاد كان في الواقع هو محافظة على النسيج الاجتماعي، واعتبار ما يحدث حاليا من اختطاف لمدينة ترهونة هو محاولة لفك النشيد الاجتماعي كما حدث في للأسف الشديد كما حدث في المنطقة الشرقية، وبالتالي نحن لا نعول على تلك الاتفاقات التي كان يقودها المدعو صالح الفاندي، وكانوا يتخبون في الواقع هم بعض من أنصار النظام السابق الذين أيدوا المجرم خليفة بن قاسم حفتر كانوا يختفون وراء عباية المصالحة الاجتماعية وغيرها من المسميات الأخرى التي ثبتت بطلانها في 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 هذه المعركة معركة الوطن ضد من يرون أنفسهم أنهم سوف يحكمون ليبيا بقوة الحديد والنار يعني كالمجرم خليفة بن قاسم حفتر، بالتالي النسيج الاجتماعي في المنطقة الغربية لا زال متماسكا، لن يتم خداع المجتمع الليبي كما تم خداعه في المرة السابقة وخاصة في المنطقة الشرقية. اجتماع اليوم كل وجهاء وحكماء المنطقة الغربية في مدينة أوزيتن أكد على وحدة التراب الليبي وأن لا يكون هناك تفريط في شبر من العرب الليبية، وبالتالي لا خوف على النسيج الاجتماعي في المنطقة الغربية ونتمنى كذلك في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية إن شاء الله. طيب دكتور علي، أنتم قلتم في بيانكم أنكم لن ترحبوا بوجود حفتر ولا الدول الداعمة لا في أي مبادرة سياسية، هذا البيان أو هذه النقطة في هذا البيان قد تحتاج إلى أن يكون هناك حركة في الشارع أو الرأي العام يلتف حولها خاصة المتعلقة بالشأن الدولي، أنت تعلم أن الملف الليبي ربما منذ 4 سنوات هو ملف دولي وليس ليبيا بامتياز، بالتالي لا يمكن فقط الاعتماد على نقطة في بيان للقول بأنه لن نقبل بذلك، يعني هل لديكم أي رؤى مستقبلية لكيفية جمع حاضنة شعبية حول هذه النقطة بالتحديد، خاصة أنكم تمثلون شريحة الشهداء في هذا الملتقى؟ يعني نتمنى طبعا في هذه الآونة نتمنى من أهلنا في المنطقة الغربية بالكامل وكذلك حتى المنطقة الشرقية للأسف الشديد التي هي لا زالت في قبضة المجرم خليفة بن قاسم حفتر، نتمنى أن يكون هناك خروج السحاب والتعبير عن رأيهم برفض عسكرة الدولة الليبية ورفضهم لما يفعله المجرم خليفة بن قاسم حفتر سواء كان في ترهونة أو في غيرها من المدن الأخرى التي عاتوا فيها فسادا، وبالتالي هذه رسالة أيضا حكماء وعيان المجالس المناطق الغربية كممثلين لهذه الشريحة أعتقد أنه هو كما قلت غير كافية، وبالتالي على المجتمع كل شرائح المجتمع الليبي أن تظهر في مظاهرات داعمة لثوار البواسي الذين يقارعون عصابات المجرم خليفة بن قاسم حفتر، وبالتالي يفترض أن يكون هناك دعم فعلا من كل شرائح المجتمع الليبي وخاصة في المنطقة الغربية التي هي في الواقع محررة من قبضة خليفة بن قاسم حفتر أو المجرم خليفة بن قاسم حفتر، وبالتالي هذه دعوة لأن المشاركة في الساحات وخاصة في أيام الجمعة لكي ينتفضوا جميعا ويعبروا عن رفضهم لهذا المشروع الاستعماري في الواقع الذي تقوده بعض من الدول الغربية لإركاع الدولة الليبية وإرجاعها إلى حكم العسكر
بعدما كانت تحت حكم العسكر لفترة زادت عن 4 عقود. وبالتالي توضح لنا احنا كأسر شهداء في ثورة 17 فبراير أن ما كان من تدخل في من المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي في 2011 لم يكن في الواقع هو في الواقع لحماية المدنيين، ولكن هو محاولة لإزاحة نظام واستبدال طاغوت بطاغوت آخر، طاغوت معمر القذافي استبداله بطاغوت خليفة بن قاسم حفتر. وبالتالي هذا ناقوس خطر في الواقع ما فعل في المنطقة الشرقية من دمار، لا يوحي أن هذا المجرم يريد أن يخلص كما يدعي طرابلس أو ليبيا من الميليشيات أو من العصابات أو غيره. حاليا اليوم قصف قواتنا قوات محاربة الإرهاب في مدينة سرت في عديد المواقع، وهذا يؤكد أنه هو إرهابي، لأن القوة التي يعترف بها المجتمع الدولي اللي قارعت الإرهاب في مدينة سرت واجتثت التنظيم داعش، ودفعنا من أجل ذلك العديد من الشهداء ومن مختلف المدن الليبية. اليوم يقصف القوات التي تحارب الإرهاب في عام 2016، وبالتالي هذا دليل أكيد أمام المجتمع الدولي ما سمى المجتمع الدولي أن هذا المجرم هو في الواقع إرهابي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحكم ليبيا. ونحن في يوم الشهيد اللي هو ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار نقول أن تضحيات أبناء ثورة 17 فبراير في 2011 و2014 وكذلك في 2016 و2019 هو امتداد لتضحيات أولئك الأبطال القامات العالية كشيخ الشهداء عمر المختار ورمضان السواحلي وأحمد المريض وإيمان البروني، هي امتداد لتضحيات الأجداد التي نتشرف بها في هذا في هذه نعم. في هذه الآونة وفي هذه الذكرى العظيمة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي الجعراني رئيس رابطة شهداء ثورة 17 فبراير، كنت معي عبر الهاتف.